بلحظة انتهى كل شيء. كان يا مكان في قديم الزمان، وبالتحديد نعود إلى بني إسرائيل. كان يعيش فيهم رجل من الجبابرة الظلمة، وبأحد الأيام دخل رجل مهيب إلى قصره. هذا الرجل الجبار لما نظر إلى الرجل الداخل عليه غضب وصار يصرخ: من أدخلك إلى داري؟ قال: أما الذي أدخلني فربها، وأما أنا لا يمنعني الحجاب ولا أستأذن الملوك ولا أخاف السلاطين، أدخل بدون إذن وبأي وقت أريد، وما ممكن أحد يهرب من قبضتي، لا جبار عنيد ولا شيطان مريد. الرجل انتبه وفهم منه هذا، سقط على وجهه على الأرض وصار يتذلل. قال: أنت ملك الموت؟ قال: أنا هو. قال: ممكن تمهلني مهلة، أكتب وصية، أو صار يتوسل. قال ملك الموت: لا، انتهت مدتك وساعاتك وانقضت أنفاسك. قال: إذن إلى أين تأخذني؟ قال: إلى عملك الذي قدمته، وإلى بيتك الذي مهدته، بيتك، قبرك، آخرتك، جنتك أو نارك. كم واحد التفت إلى أنه بيته هو قبره وآخرته، وكيف راح يعمرها، وأنه كل واحد منا راح يمر بهاي اللحظة وراح ينسأل هذا السؤال، لكن ماذا سيكون الجواب؟ الرجل قال: ليس عندي عمل صالح وما مهدت بيتي. قال ملك الموت: إذن إلى لظى، إلى جهنم وبئس المصير، لأنه إما جنة أو نار. هذه فكرة حتى إذا كوخ أو خيمة بباب الجنة، هذه مجرد مزحة فقط. قبض روح الرجل وصار جسد بلا روح، وتجمع أهل حوله وهم يبكون ويصرخون. هذا العمر والعمل والركض خلف الدنيا والصراعات والقيل والقال والمنصب والمال، وبلحظة واحدة انتهى كل شيء. اتذكر الدنيا مزرعة الآخر. Thank you.